ذهب المانعون عنك فقومي واخلع العز والبسي. يلا راح الرايح بعدها تعود ان شاء الله. الإذلال يا أركبت بنات رسول الله وأخذوهم عنوى إلى وين؟ إلى المعركة. مروا بهن على القتلى مطرحة ما بين منعفر في جنب مصطلم، هذا ملقا على يمينه وذاك ملقا على شماله، وأما الحسين مكبوب على وجهه. أرد أقرأ قصيدة هنا بهالمعنى إلى سيد الشرع رحمه الله. لما انحدى الحادي بودايع الهادي لأن زينب تنادي ريض يا حادينا. بعد مرة ريض يا مأجور. مروا على العباس جثة بلا راس جف البصر يا ناس. نمشي وتخلونا نمشي وتخلو. بعد مرة نمشي وتخلو. مروا على الأكبر وعلى الثرى مطبر وعلى الثرى مطبر نادوا بني شبار نادوا بني شو خلهم يلمونا خلهم يلموا خلهم يلمونا خلهم يلم حق الشباب على الشباب. مروا على الجاسم وعلى الثرى نايم وعلى الثرى نايم نادوا بني هاشم نادوا بني خلهم يزفونا خلهم يزف هنا خلهم خلهم يزف. يلا هذا الحسين ها. مروا على ابن أمي وعلى الثرى مرمي وعلى الثرى مرمي نادوا بني عمي نادوا بني ع خلهم يوارونا خلهم يوارونا خلهم يوارونا خلهم يوار. مروا على العريان مرمي على التربان نادوا بني عدنان نادوا بني عاد خلهم يجهزونا خلهم خلهم يجهزون. وينك يا قايد ناقتي ضعن الحرام شايل حرمة وغريبة وابتليت بحرام أبياتك الله يرحم أبو يوسف. عنكم يا أبو فاضل ترايا أقوى خذوني وكل ما جرى دمعي علي خدود اضربوا كلكم ضياغم يا اخوتي وتضيعوا ضيعوا سفر ويتامى يخفاكم الحال
عباس ماني من المدينة بذمتك جي لاجلك ولاجل حسين عفت الوطن والبيت واشوف جيت الكربلاء ومن اللي تبرى بعت السهم من اللي وبليتون بهالعيا اتحرك اتحرك يا ويلي صاحبي نفس الأبية قالها يا زينب ضيعتك ايش غصبا علي يا عزيزة الكرار عاقتني المني تدرون بي مقطع يميني والشمال والله عباس خويا من تلي جبي هلا بيك وبيدايك يا خويا ركبي بعدك بني امي ولتني والله بس ما رحت عني وعفيت عفتني اصياد زجر الورمتني.